تم دعوة الشباب الخريجين اللي عندهم مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للتقديم على آلية منح القروض لهذه المشاريع تصل إلى 20 مليون. هذه المبادرة بالتعاون مع البنك المركزي بين وزارة الصناعة والبنك المركزي. لكن هذه المبادرات سابقا خاصة الشراكة مع القطاع الخاص لم تحقق شيئا على أرض الواقع. اسمحي لي ست، أنا ذكرت لحضرتك أنه الشراكات مع القطاع الخاص اللي داخل بها وزارة الصناعة والمعادن تم تقويمها بشكل كبير. لدينا شراكات ناجحة جدا مع القطاع الخاص. بالمناسبة من أذكر لك القطاع الخاص مو شرط أنه يكون قطاع خاص عراقي، لا، قطاع خاص أجنبي أو عربي أو محلي، مو شرط أنه يكون قطاع خاص عراقي، لا، داخلين بشراكات ناجحة في عدة مجالات. أما المبادرة الحالية اللي أطلقتها المديرية العامة للتنمية الصناعية لدعم الشباب الخريجين، هذه مبادرة مع البنك المركزي. لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية مشاريع خاصة بالقطاع الخاص العراقي، تمام، غير الشراكات اللي داخلة بها الوزارة. هذا شكد راح توظف من الخريجين صدوحة؟ هاي مبادرة خاصة أطلقتها التنمية مثل ما ذكرت لحضرتك مع البنك المركزي، تصل القرض الواحد أقصى حد إلى 20 مليون. تم إطلاق الآلية للتقديم على هذه المبادرة من خلال موقع الوزارة، الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال الصفحة الرسمية لوزارة العفو للمديرية العامة للتنمية الصناعية، وممكن أي شاب يقدر يقدم على هذه المبادرة.